طريقة التعبير عن الحب بتختلف من شخص للتاني. النجوم ليهم طرق خاصة جدا في التعبير عن الحب ومفهومهم للحب، وكمان الأعمال الفنية اللي بتعبر عن الحب هنتعرف عليها من خلال مجموعة كبيرة من النجوم. النجمة الكبيرة الأسطورة يسرى بتحب، بتعبر عن حبها ازاي؟ بصدقي مع اللي قدامي. إنما هقولك حاجة، يا ريت ما نرخصش الحب، عشان الحب رخص قوي والمعنى رخص قوي الفترة دي. فبتمنى ان احنا نعرف قيمة الحب، لانك لما بتعرف تحب بتعرف تدي بس، انما وما بتفكرش تاخد، مع انه من حقك تاخد بس ما بتفكرش تاخد.